يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما يطلب منا أحد شيئا فإنا نقول له على هذا الخشم، فهل في هذا إذلال لأن الأنف لا يتقرب به إلا لله في السجود؟ لا، ليس هذا من باب مثل السجود، هذا تلتزم، يعني معناه أنك ملتزم بهذا الشيء، هذه من باب العوايد أي من باب العبادة.